الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أوضاعنا سواء أوضاعنا الداخلية أو أوضاعنا الخارجية أوضاع سيئة. أخونا الدكتور جزاه الله خير فصل في ذكر الأوضاع الداخلية والأوضاع الخارجية لا تخفى على أحد اليوم. في ظل انخفاض أسعار النفط، لماذا تتأرجح الدولة؟ سنين طويلة والاقتصاديون يحذرون من الاعتماد على النفط فقط، يحذرون من الاكتشاف الجديد للنفط الصخري وزيادة الإنتاج، والذي ستؤثر لا شك على الأسعار، ما هو شيء جديد. لكن وين الخلل؟ الخلل الحقيقي اليوم في غياب رجالات الدولة اللي تقود البلد، هذا هو الخلل الحقيقي. الخلل لما يختار الإنسان على أساس هذا معانا وهذا مو معانا. الخلل لما واحد يكون كفء لمنصب، لتميزه ومهنيته وهذا، ويردونه بسبب تغريدة يوم من الأيام غردها مع الأغلبية، أو صور مع فلان، ها فلان والله ردوه على، كان في الخطوط في أمر، ردوه والله مصور مع مسلم براك، صور معه. يعني صار للأسف تفاهة في قيادة البلد. الخلل لما تضعون خطة تنمية بأربعين مليار دينار ولا تستطيعون تحققون إنجاز واحد للشعب الكويتي منها. لما كنا في مجلسنا خرج رئيس مجلس الأمة الحالي وقال بعد 5 سنوات من خطة التنمية، قال لم يتحقق 15% من خطة التنمية، ما تحقق منها 15%. هني الخلل. الخلل لما تأتون الآن وتريدون تضعون ميزانية بثلاثين مليار في ظل غياب رؤية. غياب رؤية، احنا اللي نعرف عنكم عندكم رؤية واضحة لنهب الدولة، واضحة رؤيتكم نهب البلد والسيطرة للأسف على طريقة الفساد، هذا واضح بالنسبة لكم. أنتم كإدارة، أنتم من يصنع المشكلات، من صنع مشكلة الإسكان، من صنع مشكلة التعليم، من صنع مشكلة البدون، أنتم تصنعون المشاكل. هذه طريقتكم في الإدارة للأسف، تحوسوننا وبعدين تضربون بعضنا ببعض بسبب صنيعتكم ومشكلاتكم. عندنا دول اليوم مثل التجربة التركية، ترى ما عندهم موارد طبيعية رئيسية، عندهم بشر واستطاعوا النجاح لأن إدارة تملك رؤية، والأهم إدارة نظيفة. نظيفة هذا الأهم اليوم للأسف اللي نفقده. ما تفكر كيف تسرق، تفكر كيف تنمي. فشل حكومي بجانب عجز المؤسسات الرقابية والتشريعية. لماذا؟ لأنكم باختصار عملتم على تحويل هذه المؤسسات إلى مؤسسات شكلية ديكورية فقط. مثل ما عندنا اليوم بطالة مقنعة، عندنا ديمقراطية مقنعة، وهذا أخطر ما يكون. لما تكون الديمقراطية مجرد شكل نتباهى فيها وما لها حقيقة وما لها واقع، أين دور البنك المركزي، ديوان المحاسبة، مكافحة الفساد، لجنة حماية المال العام في مجلس الأمة عن قضايا مثل اللي ذكر قضايا الإيداعات والتحويلات؟ لماذا لا تقوم بدورها؟ أمس شاهدت مقطع للنائب عدنان عبد الصمد وهو رئيس لجنة الميزانيات في
مجالس عديدة يتكلم عن هدر غير معقول في رواتب القياديين والمستشارين الأجانب، والسؤال هل هذا دورك أنك تخرج في التلفاز تتكلم؟ هذا دور عضو مجلس الأمة؟ وين دور عضو مجلس الأمة الرقابي؟ وين المساءلة السياسية خاصة في ظل هذا، في ظل هذه الحالة اللي تمر فيها البلد؟ كذلك خرج علينا في هذا الأسبوع رئيسي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة، وقالوا لنا اطمنوا يا جماعة الدخول الضعيفة لن تمس. خلينا نقول احنا مصدقينكم، لكن لما ترفعون الدعم عن الديزل تمسون دخول من؟ ولما ترفعون الدعم عن الكهرباء وعن الماء تمسون دخول من؟ ولما ترفعون الدعم عن البنزين تمسون دخول من؟ قولوا لنا، مو كلام ما نمس الدخول الضعيفة. لما يكون بند الرواتب وتكلمون عن بند الرواتب، أعطونا بند الرواتب بالتفصيل، بالتفصيل من اللي يأخذ 20% من هذا البند؟ ما هو أنتم القيادات اللي تتكلمون عن السكين وصلاة العظم، انتوا طلعوا للشعب وقولوا احنا متنازلين. كقيادات سياسية وكإدارة وكوزارات ورؤساء هيئات قولوا احنا متنازلين عن نصف رواتبنا عشان نصدقكم، يكون هناك فعلا نموذج للشعب الكويتي. اما تحضر لك اجتماع لك فلوس وما تحضر لك اجتماع لك فلوس، وتروح لك كادر هنا ولك كادر هنا، وعشرين ألف مجلس إدارة أنت عضو فيه، ما يصير. هذا ضحك على ذقون الشعب الكويتي للأسف. في الختام، أنا من دعاة الحوار، أدعو إلى حوار حقيقي بين أطياف الشعب الكويتي، أدعو إلى حوار حقيقي بين المعارضة والسلطة. ما هو حوار بين منتصر ومهزوم، لا، احنا كلنا في سفينة واحدة، الخطر واحد. يجب أن ننهي هذه الحقبة السوداء من تاريخ الكويت، يجب أن ننهي حقبة الملاحقات السياسية والطعن في الولاء وسحب الجناسي والفشل بكل أنواعه والفساد بكل أشكاله. يجب أن نكون عصبة واحدة لا تنكسر أمام خطر داخلي أو خارجي، متمسكين بمبادئنا وهويتنا ودستورنا ومطالبنا الحقة بنظام برلماني حقيقي يمثل الأمة بحق. عمر الحوار ما كان تنازل عن المبادئ. هل تستجيب هذه السلطة؟ هل تعي حجم المسؤولية والخطر؟ عندي شك كبير بعد الندوة السابقة وهذه الندوة، تشتغل أذنابهم للأسف، يهشونهم علينا، يسبون ويقذفون مثل ما فعلوا في ندوة العنجري واللي لقاه أخونا جزاه الله خير عبد الرحمن عنجري بومشاري. الله يحفظ الكويت وبلاد المسلمين كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله.